السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الجمال في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، يعني قناة الصحة والجمال قناة عزيزة عليا جدا، وما جيتش من زمان الصراحة، بس جيت أهو النهاردة في برنامج عيادة الصحة. يعني مش هتكلم كدكتور نفساني، أو مش هتكلم بس كدكتور نفساني، لأ، أنا النهاردة مذيع، فهجيب ضيوف بقى وهما اللي يتكلموا، بس طبعا مش هننسى ان انا دكتور نفساني خالص يعني. فعملت النهارده حركه حلوه جدا، جبت ناس يتكلموا معايا عن الصحه النفسيه وحاجات تانية. فبدانا بقى بفقره لطيفه جدا والناس هتحبها قوي، خصوصا ان احنا طالعين من فتره حظر بقى وكورونا، والناس كانت ما شاء الله ما بتعملش حاجه في حياتها غير حاجه واحده تقريبا، يعني حاجه واحده اللي هو الايه؟ الاكل. فالنهارده هنتكلم عن الاكل، بس مش هنتكلم عن ازاي ناكل، يعني الناس ما شاء الله عارفه ده لوحدها. هنتكلم عن احنا بناكل ازاي، ويا ترى بناكل صح ولا غلط، والتغذيه دي المفروض ليها نظام، ولا احنا كده المفروض ناكل اي حاجه. والناس اللي تخنت في الحظر، يا ترى عايزه تخس ولا هتفضل زي ما هي كده؟ طب تخس ازاي؟ وفي ناس بتيجي تخس بتبوظ حاجات تانية كتير، يعني في ناس مثلا بتيجي تخس تلاقيها مثلا ضربت الحاله النفسيه، او اثرت على حاجات تانية كتير، مثلا زي انها تقلل الدهون بشكل اوفر قوي، فيبدا ده ياثر على صحتها اصلا. في نفس الوقت في ناس بتيجي تخس تكتئب مثلا، او العكس، في ناس عايزه تتخن، يعني دلوقتي في ناس مش عارفه اصلا تتخن في الحظر فعايزه تتخن معانا النهارده. كل ده يعني هنلمه وهنتكلم فيه. وطبعا برحب معاكم بضيفتي الجميله استاذه اماني، اماني زيدان، اخصائيه تغذيه علاجيه، تشرفنا النهارده من عيادات بيتر لايف. يعني اهلا بيكي يا استاذه اماني. اهلا بحضرتك يا دكتور. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار الاكل في الحظر؟ كلت كتير ولا كلت حاجات بسيطه؟ لا، في البدايه كلت كتير، بعد كده انت لا. كمان؟ كلنا. يعني انت كده هتنصحي الناس انهم ياكلوا كتير لا ولا؟ طبعا، لا لا لا. طيب احنا دلوقتي عايزين نبدا بحاجه مهمه جدا. الناس اللي طلعت من الحظر دي او طالعه من الفتره دي وكلت كتير جدا، في ناس بقى محتارة ايه الأنظمة الغذائية اللي هي تمشي عليها، او تاكل ازاي بحيث يعني تستعيد وزنها اللي كان طبيعي. يعني الناس دلوقتي طالعة اتفاجئت ان يوم السبت ده اللي هو كان عيد الحظر، فالناس طالعة بقى ايه، هنمشي ازاي ونلبس ايه؟ مش تقولوا لنا طيب ان بكرة اجازة، فالناس جت تلبس اللبس تقريبا ما دخلش. فدلوقتي عايزين يعني نلم كل الحاجات دي في الفقرة بتاعتنا دي، عشان دي فقرة مهمة جدا، ودي يمكن اكتر حاجة الناس عايزاها. ازاي ناكل وايه الانظمه الغذائيه اللي المفروض تكون صح في الفتره دي، واللي كمان ما تدخلهمش بقى في اكتئاب، لان انا طبعا عايز اربط الحاله النفسيه، ده شغلي يعني. طيب، في البدايه طبعا برحب بحضرتك دكتور احمد وبالقناه، وعايزه اقول لحضرتك ان في البدايه الناس اتعاملت مع الحظر بطريقه غلط جدا. اكلت وبعد ما اكلت لا بدات تستوعب انها وزنها هيزيد، فبدات تعمل ستوب، بدات تلجا لايه بقى؟ بدات تلجا لانظمه غذائيه عبر المواقع من على النت، يعني داخل على النت وخلاص، دي زي اللي دوروا على العمليات الجراحيه على النت كده بالظبط. فبداوا ياخدوا انظمه غذائيه ويستخدموها عشان ما يتخنوش. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل انه في فعلا وزنهم نزل، في بعض الناس وزنها نزل وبعد كده وزنها رجع اكتر من الاول، فبداوا يكتئبوا، بداوا يقولوا احنا مش هنعمل انظمه غذائيه خالص. لا يعني طبعا، في لخبطه، يعني بيعملوا حاجه غلط. اكيد طبعا لازم تدي العيش لخباز وتسال حد متخصص بروفيشنال يقول لك اعمل ايه بالظبط. في تكه يعني، حضرتك لما بتروح دلوقتي عند دكتور متخصص هو بيطلب منك اول حاجه تحاليل، التحاليل دي على ضوءها احنا بنمشي، هينفعك يعني لازم تحاليل، مش اللي هو يلا خس وخلاص. لا طبعا، لازم تحاليل على ضوءها، انا بعرف الغده اخبارها ايه، شغلها ايه، الانيميا، اي حاجه اللي هي الغده مثلا، الغده الدرقيه، الانيميا، نسبه الميه، الكلام ده كله تمام. بعرف نسبه الحرق طبعا، دي بادئ زيبت. الناس بقى طبعا لما بتروح على الانظمه اللي هي عبر السوشيال ميديا، سواء سمعوها او بيطلعوها عن طريق النت او عن طريق الاصدقاء بيتبادلوا دلوقتي. انا خبرات. شايفه الاصدقاء بيعملوا جروبات وبيتبادلوا الانظمه الغذائيه، طبعا خاطئه جدا. يعني ما ينفعش النظام اللي مشي مع حد يمشي مع التاني، يعني مستحيل. كل واحد مع نفسه مستحيل كده. مستحيل. يعني في ناس استخدمت النظام الكيتو والكيتو ما تمشاش مع اي حد تمام، او ان هو يعني استخدمته بالطريقه اللي تاذيها، هي عايزه تنزل. يعني ايه هي الاكثر اخطاء شائعه بقى الناس بتعملها؟
اكتر اخطاء شائعه ان هو يقول لك انا عايز انزل 5 كيلو في 3 ايام. انا هستخدم ديتوكس. الديتوكس ان انا هشرب 3 ايام ورا بعض كرفس بس. طبعا غلط. الديتوكس بريء من الكلام ده خالص. الديتوكس فيه عناصر غذائيه لازم احطها. العناصر دي لما تكمل معايا انا عملت الديتوكس صح. طيب انا النهارده لقيت حد 3 ايام نزل 5 كيلو 6 كيلو بقى فرحان جدا كويس، واجي اقيس له الكتله العضليه الاقي الكتله العضليه واقعه. خلاص يعني بقى من حضرتك اصلا بالظبط حضرتك وقعت الكتله العضليه. وقعت معاها ايه؟ ده انت وقعت معاها مينرالز معادن، وقعت معاها الغده الدرقيه، وقعت معاها حاجات كتير جدا. خلل مخسس كل حاجه يعني كله خس. هو مخسش، هو ده نزول وزن وهمي. يعني هو كل حاجه نزلت، هو نزل الكتله العضليه، فبالتالي جسمه بدل ما هو بيحرق 1500 فمش هيقدر يحرق غير 1000. جالنا مداخله كده، سحر من المنوفيه عايزه تسال تقريبا سؤال. اهلا بك يا سحر، اتفضلي. انت معانا يا سحر؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. حضرتك ممكن اسال بس الدكتوره سؤال؟ اتفضلي معاك. حضرتك يا دكتوره، انا دلوقتي عايزه يعني اعمل دايت. انا برضع يعني، بس انا عايزه اعمل دايت عشان الرضاعه وكده. وهل التمارين في البيت حلوه ولا مش كويسه؟ تمارين في البيت؟ وعندي تمارين فبعملها في البيت وكده، بس في مسرح الكيسري عندي نسبه البطن مليانه شويه. عايزك بس تقول عن حاجه التغذيه وكده ان انا اعمل ريجيم يعني. ماشي تمام. حضرتك والده بقالك قد ايه؟ والده بقالي شهرين. شهرين، تمام، كويس جدا. ماشي يا صح، خلاص. فقولي بس، انا عايز اعمل ريجيم. ايه الصح يعني؟ زي ده يعني 10 كيلو. انا كنت 60 بس 70. كنت كام كيلو؟ عايز اعمل ده. عايز اعمل ايه؟ انت كنت كام كيلو دلوقتي بقيتي كام؟ انا دلوقتي انا كنت 60 دلوقتي بقيت 70. تمام. اوكي صح. ممكن اعرف طولك؟ نعم. ممكن اعرف طولك؟ وزنك الحالي 70. طولي 165. 165 تمام. طيب اوكي صح. عايزه بس تقولي بس يعني سوء تغذيه عشان برضه كده يعني، فتقولي بس يعني اعمل ايه؟ تمام ماشي يا سحر، هنرجع لك نخلص النقطه دي، نكمل الانظمه الغذائيه اللي الناس عملتها غلط ونجاوب على سحر. ايه تاني غير ان هم خسوا كل حاجه او عملوا ديتوكس؟ خسروا الكتله العضليه، فبالتالي اول ما اكلوا وزنهم رجع تاني. وزنهم رجع اكتر من الاول، لان العضلات بتاعتهم ما عادتش بتحرق اكتر من زي الاول. الاول كانت بتحرق 1500، دلوقتي بتحرق 1000، فهم بيتعاملوا معاها على ان هي لسه بتحرق 1500 فبيدوها ال 1500، فطبعا بيزيد وزنهم. طيب والاكتئاب بيجي لهم ليه؟ ما هو الاكتئاب بيجي لهم لان هم مش شايفين نتيجه، فبالتالي لا يعني بتشوف نفسها في المرايه مش راضيه عن نفسها. ايه ده، انا بتعب 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 وفي الاخر برضو وزني بيزيد، لان هي عملت نظام غذائي مش مناسب ليها واخد من الكتله العضليه. انا علشان اعمل نظام غذائي لازم ما ياخدش من الكتله العضليه. صح طبعا، بل بالعكس العضلات ما ينفعش تخس، يقوي الكتله العضليه عندي. طيب في حته اللي هي بتاعت المعادن عايزين نتكلم عنها، لان المعادن دي اول مينرالز اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحاجات دي والكالسيوم والحاجات هي مهمه جدا. انا عايز بس نجاوب على سحر بسرعه ونرجع نتكلم على حته المعادن دي. ايه اخبارها؟ سحر هي عندها اكتر من 10 كيلو هي المفروض تنزلهم، بس احنا طبعا بما ان هي بترضع وبما ان هي لسه والده بقالها شهرين، انا عايزه اقول لها ان الرياضه مفيده جدا جدا في وضعها دلوقتي. لازم تلعب رياضه. طب العب رياضه ايه؟ اول حاجه علشان اخس لازم اعمل ثلاث حاجات: نظام غذائي. اتفضل. اعتذر، هناخد ام احمد ونرجع نكمل سؤال سحر. اتفضلي يا ام احمد، معاكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت اتكلم مع الدكتوره. اتفضلي معاكي. لو سمحت يا دكتوره، انا كنت اخدت علاج وكان وياي علاج والدتي، يعتبر الدكتور شافه يعتبر كتب لي على اساس علاج والدتي، فكان هو علاج للمخ للدماغ يعني. فانا مش عارفه اعمل ايه، في حاجه في دماغي من النهار ما كشف الدكتور ده كشف عليها واداني علاج ما اعرفش ايه هي. تاني كده يا ام احمد معلش، ايه المشكله دلوقتي؟ كان حصل لي جوب، انا عندي ضغط وسكر. اها.
معرفش بقى دي كانت غيبوبه ولا كنت وقعت، بس انا كنت فايقه يعني. ما هو بيقولوا الغيبوبه ما بتبقاش الواحد فايق يعني، كنت صاحيه يعني، كنت وقعت بس كنت صاحيه فايقه ايه يعني. مشكلتك دلوقتي؟ ايه مشكلتك دلوقتي؟ مشكلتي ان انا كان معايا علاج لوالدتي في 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 في, في, في ادويه كده، في الادويه بتاعتي، والدكتور الدكتور اللي كنت رحت تخزني كشفت عندي يوم الجمعه، كان في يوم جمعه، فشاف العلاج بتاع الادويه بتاعه فيهم علاج والدتي، فكتب لي كان في علاج لوالدتي، كان لها علاج للموق يعني. فانا دماغي دلوقتي من ساعه ما خدت العلاج ده من شهر واحد، فعلاجي فيه دماغي فيها ما اعرفش حاجه زي تقول حاجه، مش ما عدتش فايقه زي يعني الواحد الطبيعي العادي، فمش عارفه اعمل ايه لو سمحت يعني. انا عايزه تشرف الدكتوره يعني. حاضر يا ام احمد، هنحاول نجاوبك على السؤال، ويمكن انت محتاجه تقريبا تخصص تاني او مخ واعصاب، يمكن هي هنحتاج محتاجه فعلا تخصص تاني. فان شاء الله هنحط السؤال ده في حلقه المخ والاعصاب هنتكلم عليه. نرجع تاني للسحر، وعايزه تعمل دايت وفي نفس الوقت بترضع، وزنها زايد 10 كيلو، طولها 165، دي محتاجه ايه؟ انا هقول لها ما تستعجليش ان ال 10 او ال 12 كيلو ينزلوا يا سحر خالص. انا مش هفرح لما تنزلي في الاسبوع 5 كيلو والاسبوع اللي بعديه 5 كيلو وخلاص خلصت ال 10 كيلو اللي انا زدتهم في الحمل، لا بالعكس، انا عايزاكي تنزلي كل اسبوع كيلو ونص كيلو بس، يبقى من الدهون، ما اخسرش الكتله العضليه بتاعتي. حلو. طيب اعمل ايه؟ انا محتاجه، انا برضع دلوقتي يعني، محتاجه 3 وجبات وما بينهم ان بتوين بالنسبه للمرضع، ان بتوين ادخل كل العناصر. انا ما بنصحش ابدا اي حد بيرضع ان هو يقطع عنصر ويستخدم عنصر واحد بس، يعني ما حدش يقول لي انا هستخدم الكيتو، لا. هي بترضع المفروض تدخل جسمها كل العناصر، كل المعادن، كل الغذاء هي محتاجاه في الوقت ده. الوجبات تبقى طبيعيه ولا هتقلل شويه لا في حجمها؟ لا الوجبات تبقى طبيعيه بس هتبقى لو فات في حاجات. وهتبقى طبعا هنكتر من الخضروات، وطبعا الدهون والمقلية خالص، لان هي حتى مش مفيده للمرضى. ركزي يا سحر عشان تقلي تطبخي. يعني دهون، مقالي، سمنه، الحاجات دي كلها لا احنا هنمنعها. تمام. احنا هنستخدم الزيوت الصحيه، هنستخدم 3 وجبات فيهم خضروات. طبعا العشاء يا ريت تخلي العشاء دايما بروتين زي الزبادي، نخلي معاه جنين قمح، نخلي معاه شوفان، ده هيفيدك جدا. تمام. نحط ممكن نحط بذور الكينوا. اتصال كمان جاي لنا تقريبا، يعني الناس مصدقه تلاقيتك النهارده. اسراء، اتفضلي يا اسراء. انت منين يا اسراء؟ اسراء ايه لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي، محدش عايز يكلمنا انا ولا ايه؟ الو اتفضلي يا اسراء. بص يا دكتوره، انا كان وزني قبل الحظر 105، كان وزني قبل الحظر 55 كيلو. بعد الحظر؟ بعد الحظر بقى وزني 65 كيلو. 10 يعني. طب ده الحظر حلو اهو. ايه؟ حظر حلو يعني. لا كنت عايزه اخس يعني 15 كيلو. قال 15؟ طيب كيلو. حظر عمل كل ده؟ انا عايزه اسالها بس على اي اساس حددت ال 15 كيلو؟ طيب انت ليه حددتي 15 كيلو؟ طيب اشمعنى 15 كيلو؟ عشان كتر انا يعني في السن صغيره شويه وفي الطول صغيره شويه برضه، وطيوره شويه، فوزني باين عليه لما تخينه جامد. اسراء ممكن شوية. ممكن اعرف سنك وطولك؟ إسراء ممكن أعرف سنك وطولك؟ 15 سنة. وطولك؟ 15. وطولك؟ طولك يا إسراء؟ 155 سم. تمام، وعندك 15 سنة، وأنت دلوقتي وزنك كام؟ 65. 65. تمام. هي طولها حاجة تانية يا إسراء؟ إسراء هو إحنا طبعًا أنت حددتي إنك أنت عايزة تنزلي 15 كيلو في سنك ده، انا ما بنصحش بكده. انت ممكن تنزليهم على مدى شهور طويله جدا، لان انت محتاجه كل العناصر في سنك ده، سن 15 سنه انا محتاجه فيه كل العناصر الغذائيه. يعني ايه؟ يعني لازم اخد العناصر الغذائيه، وتوقيت الاكل عندي يتنظم، وتوقيت النوم والرياضه. لو انا توقيت النوم عندي اتنظم، انت هرمون النمو عندك هيتنظم. طب لو هرمون النمو عندي اتنظم ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الكتله العضليه عندي هتزيد والحرق عندي هيزيد. فانا لو انا استخدمت دلوقتي في سنك نظام غذائي خاطئ وجيت نمت متاخر
وما لعبتش رياضه واكلت وجبات مش في مواعيدها. وانا هذكر دلوقتي للناس مواعيد الوجبات ايه عشان جسمنا يحرق بطريقه سليمه. تخس ازاي يعني اسرع؟ تخس ازاي في سنها ده؟ لازم تنامي بدري عشان هرمون النمو، عشان كتلتك العضليه تزيد، وكل ما زادت كتلتك العضليه كل ما زاد الحرق عندك. ولازم العب رياضه. طب ايه الرياضه اللي ممكن العبها؟ البنات في سنك دلوقتي بيروحوا الجيم ويلعبوا كارديو كل يوم ساعه ساعتين، زومبا ورقص؟ لا 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 لا، غلط خالص. انا محتاجه 3 مرات في الاسبوع كارديو بس، 25 دقيقه، اكتر من كده مش محتاجه. الناس اللي بتروح تهد عضلاتها في الجيم، لا، انا محتاجه ان انا استخدم الكارديو 3 مرات في الاسبوع واكل معاه الاكل بتاعه. لان في ناس بتقولك لا انا هخلص الكارديو وهاكل سلطه، غلط خالص. لا، انا علشان العب كارديو بيكسرني يعني العضل بقى. لازم اكل بروتين، لازم ابقى عندي ثقافه غذائيه في سنك. يعني ايه ثقافه غذائيه؟ يعني المفروض ان انا هروح الجيم 3 مرات في الاسبوع، العب كارديو واكل بروتين بعد الكارديو، وبروتين صحي مش بروتين دهن وطبيخ والحاجات دي كلها. لا، انا هاخد بروتين صحي. انا ممكن اكل شوفان، ممكن اخد علبه زبادي دايت بالشوفان بعد ما العب كارديو كده كتلتي العضليه تزيد. ممكن اخد بضايه مسلوقه بعد الكارديو كده كتلتي يعني العضليه تزيد. تقلل الاكل والحاجات دي؟ لا، هنقلل طبعا، هنقلل الزيوت، هنقلل الزيوت المتحوله اللي احنا الاكل اللي بنجيبه من بره ده زيوت متحوله، ده نمنعه نهائي. ناخد وجباتنا، الفطار ما يتعداش الساعه 11، الغدا ما يتعداش الساعه 5، العشاء ما يتعداش الساعه 8. بعد الساعة 8 ما ينفعش في سني ده اخد اي حاجة، اكل اي حاجة، لا في سني ولا اكبر من كده. ما ينفعش بقى. لازم انظم نومي، ما ينفعش نومي يتعدى. وهقول بعد اذنك هقول ملحوظة بالنسبة للنوم وهرمون النمو. كل ساعة بعد صلاة العشاء انا بنامها ب3 ساعات من النهار. عشان كده ممكن حد ينام الساعة 8 ويصحى الساعة 1 فايق جدا. يعني يا جماعة ما تناموش بعد الفجر زي حالتي كده، ده غلط. لا، هو غلط خالص. انا لو عايزه فعلا في سنك ده الحرق بتاعي يتنظم، يبقى لازم انام بدري، العب 3 ايام في الاسبوع رياضه والعبها صح. المشي يا جماعه يعني مش بيبني كتله عضليه. اصل الناس بتقولك انا بمشي عشان ابني كتله عضليه، المشي مش بيبني كتله عضليه، المشي بيحرق. تمام، انا بحرق، بس انا عايزه بعد ما احرق ابني الكتله العضليه بتاعتي. يا ريت تكوني مركزه يا اسراء، الموضوع كبير. طيب سحر اللي كانت بترضع ليها حاجه تاني ولا؟ سحر اللي بترضع غير التمارين لازم اقلل التمارين في البيت دلوقتي الحمد لله. تاكل 5 وجبات مثلا بس صغيرين، تاكل 5 وجبات صغيرين ما فيهمش فات، الدهون ونكتر الخضروات علشان طبعا هي بترضع. ما تستعجلش ان هي تنزل وزنها. طبعا لو اكلنا خضروات وبطلنا مسبكات وبطلنا دهون، هي مع الرضاعه هي وزنها هينزل. وبعد الساعه 8 طبعا انت محتاجه مشروبات، لان طبعا في رضاعه بالليل. ممكن اخدها مشروبات صحيه، ممكن اخد نعناع ينسون. يعني ممكن كده تقريبا يعني خدنا سؤالين للسيدات. انا هسال سؤال بالنيابه عني انا وكل الرجاله اللي جايين ورايا. الرجاله كرش، وات يعني وات دو يو دو، يعني نعمل ايه؟ لان مثلا في حد بيبقى طويل وشكله جسمه كويس بس في حته كرش كده صغننه كده، يعني يعمل فيها ايه؟ واحد زي حالتي مثلا انا بلعب جيم بس مش عارف اتحكم في الكرش، فاعمل فيه بيكبر يعني تقريبا مصر يكبر معايا، فايه الحل؟ نعمل ايه؟ انا هبتدي بالسؤال الاخير. السؤال الاخير اللي هو انا بلعب بس بلعب جيم بس ليه كرش؟ اها تمام. الشق الاول في السؤال قبل ما نجاوب على سؤالي، ايمان هتدخل في الموضوع. قولي يا ايمان، اتفضلي. ايمان قولي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. ممكن اسال الدكتوره سؤال؟ اتفضلي يا ايمان. لو سمحت يا دكتوره، انا مش بجوع يعني مش بجوع خالص، ومشيت مع دكتور تغذيه وخدت الوزن مناسب. يعني مش بتجوعي؟ انت وزنك كام دلوقتي؟ يعني بصفت اروح للدكتور ومن وقت تاني كده بلاقي نفسي اخف، اخد فتح شهية بس يعني، بس انا خفيت شوية، عايزة ازيد طبيعي كده واثبت. اعمل ايه؟ تثبيت الوزن، تثبيت الوزن. انت دلوقتي حضرتك بتشتكي من حاله نحافه ولا سمنه؟ انا فهمت حضرتك ان انت مالكيش نحافه. نحافه نحافه انا العكس دلوقتي. نحافه. عايزين يتخانقوا. انت سنك كام سنه يا ايمان؟
نعم. سنك كم سنة؟ 27. 27. وانت الدكتور قال لك ان عندك حالة نحافة، يعني انت كشفتي وعملتي تحاليلك حكمتي على نفسك من خلال طبيب، مش انت اللي حكمتي على نفسك، صح؟ يعني نعم. الطبيب هو اللي قال لك ان انت عندك حالة نحافة، مش انت اللي حكمتي على نفسك ان انت عندك نحافة. انت طولك كام ووزنك كام؟ انا برضو يعني شايفه نفسي ان انا نحيفه برضو، ورحت على اساس ان انا عندي نحافه وعايزه. طيب يا ايمان انت طولك كام ووزنك كام لو سمحتي؟ انا طولي 173، وزني حاليا 67. وطولك 173؟ وزنها 17. انت ايديال، انت ايديال يا ايمان، انت ايضا. بس انا مشكلتي دلوقتي انا وصلت، انا وصلت حضرتك راجل مناسب وكده، بس انا بخس يعني. بتخس؟ مش عايزه تخس. انت بتخسي؟ طيب خلال الشهرين اللي فاتوا خسيتي قد ايه؟ يعني ممكن خسيت 4 كيلو او 3 كيلو. خسيتي 4 كيلو؟ يعني انت كنت اعلى، يعني انت كنت اعلى من كده؟ كنت كام؟ انا كنت 73 مع الدكتور. تمام. عايزين نثبت الوزن، هنتكلم عن تثبيت الوزن. قبل ما اقول لك تثبتي الوزن ازاي، لازم اعرف الحاله النفسيه. دايما بتاثر على الحرق اللي عندي، ولازم اقيس الحرق عندي. هل الحرق عندك اعلى من الطبيعي؟ ده لازم تعرفيه. انت قلتي ان انت تابعتي مع طبيب، والطبيب اكيد عارف نسبه الحرق، واكيد لما بتوصلي للايديال هو بيثبتك. طيب انت على اي اساس وقفتي دلوقتي؟ انا لما اوصل للايديال هثبت. تاني حاجة، انت لما هتشوفي نفسك ان انت مع الاكتئاب ومع الاسترس وزنك بينزل، فدي هتبقى طبيعة جسمك. طيب دي بالنسبة للاكتئاب. هل انت عندك معادن ناقصة؟ هل انت عندك فيتامينات ناقصة؟ يعني انا لو عندي دلوقتي فيتامينات ناقصة، انا ممكن تسبب لي حاجة من الاتنين، يا اما سمنة يا اما نحافة. فانت لازم تراجعي وتشوفي المعادن اللي ناقصه عندك، لازم على ضوءها نتكلم. انما انا ممكن اديكي نظام تثبيت دلوقتي على الهواء، وحضرتك يكون عندك نقص في معادن، في فيتامينات، عندك مشكله رئيسيه في الغده الدرقيه، فبالتالي مهما اديتك من تثبيت وزنك هينزل. يعني هنحتاج مثلا نعمل تحاليل؟ محتاجه طبعا. ما هي بتقول ان هي تابعت مع طبيب، واكيد انت عملتي. طب حاله الغده الدرقيه عندك ايه؟ احنا عايزين منك يعني نصيحة شاملة كده في دقيقتين، ازاي التغذية السليمة ان جنرال المفروض نركز على ايه، او ناخد بالنا من ايه؟ هقول اللي عايز يخس واللي عايز يتخن كمان. بص يا دكتور، بص يا دكتور، تقريبا الناس بتزمر في ودانا. بص يا دكتور، انا عندي دلوقتي حد بيجوع كل شوية، او كل شوية يحتاج سكر، وبعد شوية يحتاج ملح، وبعد كده ده مؤشر ان انا عندي نقص في المينرالز. ده كده انا وزني هيزيد. المشكله في المينرالز اللي ناقص. طبعا. طب اعمل ايه لو انا حسيت ان انا وزني بيزيد؟ انا بالليل بيجي عليا وكل شويه عايزه حاجه مسكره، لا عايزه حاجه حادقه، لا عايزه، طب عايزه اكل فاكهه، طب عايزه اكل، يبقى انا كده في معادن ناقصه عندي وجسمي بيطلبها. يبقى انا اخد مينرالز، اخدها عن طريق اي حاجه، ممكن اخدها اللي هي سبلمنت او فيتامينات بالظبط كده، مكملات غذائيه. لكن الفيتامينات انا بتكلم عن المعادن يا دكتور، معادن. لكن الفيتامينات لازم لها تحليل. تمام. والتحليل ده لازم اعرف ايه الفيتامين اللي ناقص عندي علشان اخده. طيب. وما ينفعش اخده بالليل طبعا، يعني لازم اخده. اتفضل. خلاصه الكلام ان احنا لازم نروح لحد متخصص، ما نفتيش عشان ما نبوظش الدنيا. لازم نروح لحد متخصص. أنظمة غذائية على الهواء أقول لك كلي كذا واعملي كذا، لا، لازم أشوف تحاليلك. حابب يعني فضل. أشكرك طبعا على الفقرة الجميلة دي. إحنا كان نفسنا نطول أكتر لأن الموضوع شكله كبير، يعني موضوع كبير جدا، وتقريبا بعد الحظر كبر أكتر. فأنا مبسوط جدا بلقائي معاكي يا أستاذة أماني، شرفتينا ونورتينا النهاردة، وإن شاء الله نعمل فقرات أكتر. انتظرونا الفقرة اللي جاية شيقة جدا، وهتبقى برضه مفاجأة جامدة جدا. انتظرونا ان شاء الله الفقره الجايه.